اخبار اليوم الفجر. وطبعا يعني لازم نشكر يعني شكر خاص لموقع فيتو اللي عامل شغل هايل ما شاء الله، بيغطي كل الناشئين في مصر. معانا دلوقتي مداخله هاتفيه مع الاستاذ محمود درويش، صحفي بموقع فيتو. ازيك يا استاذ محمود؟ ازيك يا كابتن اسامه؟ ازيك يا كابتن مصر؟ عامل ايه؟ تمام الحمد لله، اخبارك ايه؟ الحمد لله يا كابتن مصر، والله منور ربنا يخليك. منور الشاشه وبرنامج الاشغال ده برنامج جميل. ربنا وبيسلط الضوء على قطاع كبير جدا المسؤولين والبراعم، ويعتبر هذا القطاع اهم مورد اساسي للاعبين في الكره المصريه. تمام، واحنا هنا من برامج الاشبال لازم نشكر طبعا موقع فيتو، ولازم نوجه شكر خاص للاستاذ محمود درويش اللي بيتولى الملف بتاع قطاع الناشئين والاشبال في موقع فيتو. ما شاء الله بتفردوا مساحه كبيره وبتغطوا دايما اخبار الناشئين سواء بطولات الجمهوريه او القطاعات او المنطقه كمان. تمام، ده دورنا يا كابتن اسامه. احنا وطبعا انتوا ضيفكم برضه في قناه الاهلي، والبرنامج ده حاجه جميله جدا، ولابد ان القنوات اكثر من قناه تشير نفس قناه الاهلي. تمام، وتهتم بالناشئين. الناشئين دول هم عماد الكره المصريه، ولابد من تسليط الضوء اكثر واكثر على منتديات الناشئين. تمام، اخر بقى اخبار الاستاذ محمود درويش الحصريه لبرنامج الاشبال ايه بالنسبه لاشبال مصر؟ في خبر في منطقه بورسعيد، مسابقة مواليد 2002، منطقة بورسعيد فتح التحقيق في مسابقة في فوز نادي المصري على فريق غزل بورسعيد بنتيجة 24-0. 24 كام؟ 24-0. 24-0 ده ايه؟ ما كانش في ديحة مدوية. طب مصري لعب الماتش قبل فريق غزل بورسعيد بسبع لاعبين، فريق غزل بورسعيد لعب وجاني النادي المصري سبع لاعبين فقط. تمام، لان النادي المصري ينافس فريق كبسي على قمه البطوله. تمام، وكان عاوز اكثر من جول، فالمصري كسب 24-0. تمام، انا عرفت من المصادر من جوه المنطقه ان تم الغاء نتيجه مباريات غزل بورسعيد في المسابقه. تمام، انا شايف ان دي فضيحه كبيره لا تقل باهميتها عن التزوير او التسويق في بطولات الناشئين. بطولات الناشئين بعثها تسويق ماتشات وبعثها تزوير وتسويق. انا شايف ان الحاجات دي حاجات جديده على منتديات الناشئين، ولازم يتم مواجهتها من خلال قناتكم ومن خلال برنامج الاشبال، ان احنا لازم نسلط الضوء على هذه السلبيات ومواجهتها في المستقبل. تمام، واحنا كمان هنا في برنامج الاشبال من خلال شاشه قناه النادي الاهلي بنتبنى كل القضايا دي يا استاذ محمود. عايز اخدك برضو يعني عايز اخد رايك، شايف تجربه ان احنا بنذيع مباريات على الهواء مباشره على شاشه قناه النادي الاهلي، شايف الموضوع ده ازاي خاصه المباريات للناشئين والاشبال؟ دي حاجه جميله طبعا، وحاجه جديده على الكره المصريه، وطبعا دي بتسلط الضوء اكثر واكثر، وفي نسبه متابعه كبيره جدا لمباريات الناشئين على قناه الاهلي. تمام، يعني كل اغلبيه الانديه واللاعبين بيتابعوا المباريات، حتى المباريات المذاعه يعني المباريات اللي هي معاده. تمام، فما بال حضرتك لما بتكون مباراه مباشره وبتجيب تحليلات للماتش واراء للمدربين عقب المباريات. انا شايف دي حاجه جميله جدا، واتمنى ان قناه الاهلي تدي مساحه اكبر للبرنامج بتاعكم، وان يكون البرنامج على الهواء مباشره لاكثر من حلقه، مش حلقه واحده بس. لا طبعا، شاشه قناه النادي الاهلي مديانا مساحه كبيره، يعني الدليل ان احنا يعني برنامج اسبوعي وكمان بنذيع مباريات على الهواء مباشره، واول شاشه يعني في كل القنوات انها تعمل الحدث دوت يا استاذ محمود. تمام، لان الهدف الاسمى يا كابتن اسامه ان احنا نلاقي لعيبه في الفريق الاول. تمام، نلاقي لعيبه من الناشئين منتخب مصر. تمام، نعيد تكرار تجربه احترافنا رمضان صبحي، محمد صلاح، النني في الخارج، ان احنا نزود اعداد اللاعبين المصريين في الدوريات الاوروبيه. تمام، وده يعود النفع في الاخر على منتخب مصر، منتخب مصر المصري. مظبوط، استاذ محمود درويش صحفي موقع فيتو، شكرا جزيلا لك. نشكر طبعا الاستاذ محمود درويش اللي مد مساحه كبيره للناشئين والاشبال من خلال موقع فيتو. هنروح دلوقتي برضو نشوف يعني